أهلا بكم إلى أخبار الساعة، وهذه العناوين. قيادات أمنية إسرائيلية تعتقد بضرورة وقف الحرب والتوصل لاتفاق مع حماس. بعد محاولة حظره، ترامب ينضم إلى تيك توك وحسابه يحصد الآلاف من المتابعين. الرئيس الإيراني الأسبق أحمد نجاد يترشح للرئاسة الإيرانية. للمرة الأولى في تاريخه، حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا يخسر غالبيته في البرلمان. أهلا بكم. نبدأ من تطورات الحرب في غزة. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن قيادات بالمؤسسة الأمنية ترغب بتسريع إجراءات صفقة تبادل المحتجزين والتهدئة مع حماس حتى قبل وصول رد الحركة على المقترح الإسرائيلي الأخير. أضافت الهيئة أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن قيادات في المؤسسة الأمنية تعتقد أن الحرب يجب أن تتوقف والتوصل إلى اتفاق حتى لو بقي يحيى السنوار في السلطة بغزة في هذه المرحلة. وفي ظل الحديث المتواصل عن اليوم التالي في غزة، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على أن أي عملية لإنهاء الحرب ستكون بدون حماس، وأن إسرائيل تعمل على إيجاد بديل لحكم الحركة في غزة. أكد جالانت أن الخطة تقضي بعزل مناطق من غزة والتخلص من حماس وإدخال فوري وقوى أخرى بديلة تشكل تحديا لها، ما يؤدي إلى قيام نظام حكم مختلف على حد قوله. هذا وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إسرائيل غيرت خطتها القتالية في رفح بعد ضغوط أمريكية. وقال مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل تراجعت عن خطتها الأصلية لإرسال فرقتين قتاليتين إلى رفح لشن عملية برية واسعة هناك حتى لا تبتعد عن تحذيرات الرئيس بايدن. العمل في رفح يتقدم فوق وتحت الأرض، القوات تدمر خط الأكسجين لحماس الذي يربط قطاع غزة بمصر، ونحن نحاصر حماس ولا نسمح لها بالاستمرار في الوجود. في الوقت نفسه تقوم المؤسسة الأمنية بإعداد بديل للحكم لحماس، وسوف نقوم بعزل مناطق في غزة وإبعاد أعضاء حماس عنها وإدخال كيانات أخرى إليها، من شأنها تمكين حكومة جديدة تمنع صعود حماس من جديد. هل سنقبل حماس كقوة حاكمة في غزة؟ بالطبع لا. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة تتوقع موافقة إسرائيل على اتفاق إنهاء الحرب في غزة إذا وافقت عليه حماس. أضاف في تصريحات لشبكة ABC أن مسؤولي حماس رحبوا بالمقترح الأخير، وأن الولايات المتحدة في انتظار الرد الرسمي. كان هذا اقتراحا إسرائيليا، نتوقع بأنه إذا وافقت حماس عليه كما نقل إليها، وهو اقتراح إسرائيلي، فإن إسرائيل ستوافق، وهذا ليس بالأمر الهين، ولكن سيكون بداية للمرحلة الأولى، تخرج بعض الرهائن وتحصل على بعض الهدوء وتحصل على المزيد من المساعدات الإنسانية، ربما ما يصل إلى 600 شاحنة، وبعد ذلك يمكن للجانبين البدء في الحديث عن المرحلة الثانية. هذا وافادت مصادر العربية بأن وفود مصر والولايات المتحدة وإسرائيل أنهت اجتماعها الثلاثي بالقاهرة. بحسب المصادر، تمسكت القاهرة بموقفها بشأن انسحاب إسرائيل الكامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح لإعادة تشغيله. كما شدد الوفد المصري على ضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات لقطاع غزة يومياً تشمل كافة المواد اللازمة. أكدت مصادر العربية أن الوفد الأمني المصري حمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن عدم دخول المساعدات لقطاع غزة. وللوقوف على آخر تطورات، معنا من القاهرة مدير تحرير جريدة الأهرام أشرف العشري. سيد أشرف، أهلا بكم. أولا، آخر المعلومات التي رشحت عن الاجتماع الأمني الثلاثي في القاهرة حول مصير معبر رفح.
مساء الخير أستاذة سهاب. بكل تأكيد هناك بالفعل مباحثات مطولة معمقة استمرت ساعات مطولة حتى مساء اليوم في القاهرة، وأعتقد أنها اتسمت بكثير من الصراحة والمكاشفة. قدم فيها الجانب المصري ربما يكون ورقة عمل تتضمن مجموعة من الخطوات المصرية لإنقاذ الأوضاع في معبر رفح، خاصة في ضوء حالة الانسداد والاحتقان المصري الإسرائيلي في ضوء ممارسات الإسرائيلية منذ أسبوعين في منطقة رفح من الجانب الفلسطيني، خاصة أن القاهرة عبرت في هذا الاجتماع عن استياءها ورفضها وغضبها من التواجد العسكري الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وحتى ممر فيلادلفيا. ورقة العمل المصرية أو الخطة المصرية تضمنت عدة مطالب رئيسية، أن يكون هناك بالفعل الإسراع بسحاب إسرائيلي من معبر رفح، وأن يكون هناك بالفعل أفراد أو حراسة فلسطينية أو أفراد فلسطينيين محسوبين على السلطة الفلسطينية بمراقبة أممية أو من الاتحاد الأوروبي وبشكل مؤقت، وأن يكون هناك بالفعل سماح بدخول مساعدات إغاثية وإنسانية على مدار اليوم تقارب 350 قافلة بما فيها أيضا شاحنات الوقود، بالإضافة لأن يكون هناك جدول زمني لانسحاب الإسرائيلي وألا يعرقل هذا الأمر انتظارا لبدء المفاوضات الخاصة بالهدنة بمراحلها الثلاثة طبقا لما جاء في خطاب الرئيس بايدن يوم الجمعة. طيب سيد أشرف، نبدأ بإصرار مصر انسحاب ممر فيلادلفيا في نفس الوقت. طب نبدأ بالإصرار المصري على انسحاب كامل القوات الإسرائيلية من الجانب الفلسطيني للمعبر قبل إعادة تشغيله، إلى أي مدى لمست القاهرة أن هناك استعداد إسرائيلي للانسحاب من المعبر؟ بكل تأكيد في الآونة الأخيرة قبل اجتماع الثلاثاء الماضي ربما يوم الأربعاء والخميس الماضي بدأت تتلقى القاهرة بعض الإشارات من الجانب الإسرائيلي في محاولة تخفيف وتيرة الاحتقان والغضب والرفض المصري والانسداد الكامل في علاقات الذي وصل ذروته لأول مرة منذ 45 عاما في حالة القلق المصري الإسرائيلي من مسار كامب ديفيد والذي تعطل كثيرا في الآونة الأخيرة بعد مقتل جندي المصري على الحدود المصرية في خطة التأمين منذ أسبوعين. الجانب الإسرائيلي يشعر تماما أن هناك حالة من الغضب والاستنفار المصري ورسائل تحذيرية على مدار الساعة فيما يتعلق بعدم التعرض لقوات التأمين وضرورة أن لا يكون هناك قوات إسرائيلية في معبر رفح وممر فيلادلفيا. الجانب الإسرائيلي أتى للقاهرة اليوم ولديه رغبة في إمكانية يناقش مع القاهرة بعض التفاصيل، لكنه تلقى كثير من التساؤلات المصرية الخاصة بالمعبر وانسحاب القوات الإسرائيلية ودخول الشاحنات وعدم انتظار المفاوضات، ووعد بأن يأخذ أخذ ورقة العمل المصرية وأنه سيعرضها على الكابينيت الذي المفترض أن يعقد مساء اليوم أو عقد بالفعل حتى هذه اللحظة اجتماع الكابينيت الإسرائيلي للرد خلال 48 ساعة على الورقة المصرية، بالإضافة لأن هذه المباحثات اليوم تضمنت أيضا شق ثاني أو قضية ثانية خاصة بإمكانية البدء للعودة للمفاوضات في ضوء خطاب الرئيس بايدن واستنتاج القاهرة مدى استعداد الجانب الإسرائيلي بغطاء أمريكي للعودة للمفاوضات في القاهرة والدوحة في الأيام القادمة، بشرط أن يكون هناك آلية تنفيذية وأن يكون هناك جدول زمني وأن لا يكون هناك عملية تسويف وممانعة إسرائيلية كما فعل نتنياهو في مفاوضات القاهرة التي انتهت في أوائل مايو الشهر الماضي. وبالتالي الشقين معبر رفح والقضية الخاصة بالعلاقات المصرية الإسرائيلية فيها بعض الحراك من قبل الجانب الإسرائيلي، خاصة القاهرة متمسكة ومتشبثة وأبلغت الجانب الإسرائيلي بردود مصرية حاسمة، وأعتقد الجانب الإسرائيلي يميل إلى أن يكون هناك استجابة وتعاطي مع المطالب المصرية بكثير من الهدوء أملا في الحفاظ على مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية واستمرار خصوصا بعد التوتر الأخير بين الجانبين. شكرا جزيلا من القاهرة مدير تحرير جريدة الأهرام أشرف العشري، شكرا جزيلا لك. ببطء وتكتم إعلامي تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة والتي باتت بأغلبها تحت سيطرة القوات الإسرائيلية أو نيرانها، وذلك بعد انتهاء القوات الإسرائيلية من السيطرة على محور فيلادلفي والمناطق الشرقية من رفح، وأصبحت تسيطر على ما تبقى من أحياء المدينة الغربية حي الشابورة وتل زعرب وتل سلطان غربي المدينة ومنطقة مراج شمال حي الشابورة أصبحوا تحت سيطرة النار الإسرائيلية تماما، فيما يشهد وسط المدينة مناوشات مسلحة وصفت بالخفيفة بين القوات الإسرائيلية وبين مقاتلي الفصائل. رفح شبه الفارغة من أهلها، لم يتبقى منهم سوى ما نسبته 10% على أعلى تقدير، تغطي أجواءها المسيرات من نوع كواد كابتر الجاهزة لرمي نيرانها في أي وقت على أي شيء يتحرك في غالبية أحياء المدينة. الساعات التي تلت عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن مقترحا بشأن الحرب في غزة شهدت تصاعدا في حالة الجدل في إسرائيل. مقترح بايدن المؤلف من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب واجه رفضا رافقه حالة انقسام حاد داخل إسرائيل. ردود إسرائيلية عنيفة هاجمت المقترح، لكن المعارضة اعتبرته فرصة لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة.
قدم خطته للتهدئة في غزة وذهب في نزهة على دراجته الهوائية، وأثناء ذلك كانت خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف الحرب تثير حرب تصريحات في إسرائيل بين وزراء اليمين الباحثين عن نصر مطلق على حماس وأقطاب المعارضة الباحثين عن سبيل لإنقاذ المحتجزين في غزة. هذه صفقة متهورة، وهي انتصار للإرهاب وخطر أمني على دولة إسرائيل. إن الموافقة على مثل هذه الصفقة لا تمثل النصر المطلق، بل الهزيمة المطلقة. لن نسمح بانتهاء الحرب دون القضاء التام على حماس. لن أكون جزءا من حكومة توافق على المخطط المقترح وإنهاء الحرب دون تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن. إذا تراجعت إسرائيل عن الموافقة على المبادرة الآن، فسيكون ذلك بمثابة حكم بالإعدام على المختطفين وأزمة ثقة مع الأمريكيين والدول الوسيطة. في شوارع تل أبيب تلقف المتظاهرون مبادرة بايدن بكثير من الأمل، مناشدين حكومتهم القبول بها. نطالب نتنياهو بالوقوف ودعم الاقتراح الإسرائيلي علناً الذي قدمه الرئيس بايدن أمس، والوقوف أمام المواطنين الإسرائيليين وقبول هذه الصفقة علناً. إن خطاب الرئيس بايدن جيد، لأنه يسير باتجاه التوصل إلى اتفاق ما مع حماس لإطلاق سراح أحبائنا، ونأمل أن يتم التوصل إلى شيء ما. بعد نحو 8 أشهر من الحرب، ما زال اليمين الإسرائيلي يتمسك بفكرة النصر المطلق، أساسها القضاء على حماس عسكرياً وسياسياً في غزة، هدف أوضحت معركة جباليا الأخيرة أنه صعب المنال وسيحتاج لأشهر طويلة وربما لسنوات من القتال وإمكانيات مادية وعسكرية هائلة لا يمكن توفيرها إلا بمساعدة الولايات المتحدة. ليس سهلاً على الحكومة الإسرائيلية أن تقول لا لبايدن ومبادرته. الرئيس الأمريكي في عجلة من أمره يريد التهدئة قبل الانتخابات ويمتلك أداة ضغط مالية هائلة. الولايات المتحدة دعمت إسرائيل منذ نشأتها بقرابة 300 مليار دولار، وهناك نحو 17 مليار دولار من المساعدات العسكرية أقرها الكونغرس مؤخراً، قد يعرقلها بايدن إذا ما شعر بأنها ستكون سبباً في خسارته البيت الأبيض. ينضم إلينا من القدس عبر زوم مجدي الحلبي الكاتب الصحفي. أهلاً بكم سيد مجدي. لماذا هذا الانقسام السياسي الحاد في الداخل الإسرائيلي بشأن التعاطي مع خطة بايدن في غزة، والتي وصفها الرئيس بايدن نفسه بأنها مقترح إسرائيلي؟ نعم، أولا المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن هو مقترح إسرائيلي قدمه بنيامين نتنياهو عن طريق وفد التفاوض الإسرائيلي. كان ذلك أعتقد يوم الاثنين أو الثلاثاء قدم هذا المقترح للجانب القطري الذي نقله إلى حماس بدوره. الانقسام في إسرائيل بدأ يحصل يعني قبل نحو شهرين، عاد الانقسام الإسرائيلي إلى الواجهة مرة أخرى، الانقسام الذي كان قبل 7 أكتوبر خلال التظاهرات وخلال النقاشات التي حصلت داخل المجتمع الإسرائيلي وتمثلت بتظاهرات ضخمة جدا في تل أبيب حول الإصلاحات القضائية في حينها. الآن بعد 6 أو 7 أشهر من الحرب رأى الشعب الإسرائيلي أن هذه الحرب هي عبثية، لا يوجد أي نتيجة من هذه الحرب، لا تحرير الأسرى والمختطفين من جهة ولا النصر المطلق الذي تحدث عنه نتنياهو من الجهة الأخرى، وحماس لا تزال تطلق صواريخ إلى الداخل. طيب الإسرائيلي. سيد مجدي، في آخر تطور بعد إعلان هذه الخطة، هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن مسؤولين في حكومة نتنياهو يريدون المضي قدما في تنفيذ خطة بايدن حتى قبل وصول رد حماس. هل تعتقدون أنه حكومة نتنياهو ستمضي بتنفيذ الخطة رغم الانقسام الداخلي الحاد؟ الآن مجلس الحرب ما زال مجتمعا حتى يعني يأخذ أو يتخذ قرارات في مثل هذا الموضوع. الخطة التي طرحت عن من قبل الرئيس بايدن هي خطة إسرائيلية، لذلك نحن نعتقد أن إسرائيل ستمضي قدما في هذه الخطة. هذه الخطة مقبولة على إسرائيل، هي طرحتها، هي تريدها، وإسرائيل تريد إنهاء الحرب لكنها لا تريد أن تقول أنها تريد إنهاء الحرب. بنيامين نتنياهو يريد
النصر المطلق، مع أنه يعرف تماماً أنه لا يوجد نصر مطلق في أي. طب لكن هل هي مستعدة عن التخلي عن شروطها السابقة؟ يعني قيادات أمنية إسرائيلية تعتقد بضرورة وقف الحرب والتوصل لاتفاق مع حماس حتى لو بقي السنوار في السلطة بغزة في هذه المرحلة بحسب ما أعلن. هل سيتخلى الجانب الإسرائيلي عن تمسكه بشرط القضاء على حماس؟ نعتقد أن شرط القضاء على حماس يبدو أنه نزل عن طاولة، ونزل بنيامين نتنياهو عن هذه الشجرة في الأيام الأخيرة. ما يحدث وما يخرج من تصريحات علنية هي للاستهلاك العام، ولكن ما حصل في الغرف المغلقة وفي وراء الكواليس بأن إسرائيل وصلت إلى نتيجة واضحة، لا يمكن تحرير الأسرى والمختطفين دون أن تتوقف الحرب، لا يمكن أن يستمر الحرب مثل تستمر ويطلق سراح الأسرى. لذلك هناك حاجة لإطلاق سراح الأسرى من أجل إرضاء الشارع الإسرائيلي. الشارع الإسرائيلي يغلي، الخلافات الإسرائيلية الداخلية غير مسبوقة بين يمين ويسار، بين حريديم وعلمانيين، وبين اليمين واليسار. لذلك يجب أن يكون هناك هدوء وتهدئة إسرائيلية، حتى لو كانت من جانب واحد. نحن نعتقد أن هناك إمكانية وهناك حديث يدور داخل الغرف في تل أبيب بأن تكون هناك تهدئة لمدة 6 أسابيع، يتم خلالها إطلاق سراح نحو 23 إسرائيلي مدني من قطاع غزة. بعدها يكون الاستمرار في المفاوضات عن طريق قطر ومصر وبرعاية الولايات المتحدة. ويبدو أن بنيامين نتنياهو ليس لديه أي خيار آخر، إما أن يقبل الصفقة وتسقط حكومته، وإما أن لا يقبل الصفقة وتسقط حكومته، لأن الوضع في إسرائيل لم يعد يحتمل استمرار لمثل هذه الحرب ولمثل هذه الحكومة ولمثل هذه الحالة التي موجود بها المجتمع الإسرائيلي. نعم. خاصة أن الأمور الاقتصادية بدأت تضيق أكثر فأكثر. والخسائر التي منيت بها إسرائيل اقتصاديا سوف تظهر خلال نهاية هذه السنة، وعندها سيكون للشعب الإسرائيلي ما يقوله إذا ذهب إلى انتخابات محلية. شكرا جزيلا. من القدس عبر زوم مجدي الحلبي الكاتب الصحفي. في غزة، وبينما تضمحل ملامح سكان القطاع مع استمرار الحرب لشهرها الثامن وانعدام أبسط ضروريات الحياة وانسداد الأفق، قناة العربية نقلت صرخة الطفلة رهف حسن التي تغني للألم والأمل والحب رغم كل أشكال المعاناة، في صرخة للطفولة وسط مخيمات النزوح في دير البلح وسط القطاع. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء لدينا أيضا في أخبار الساعة. قصف من لبنان يطال الجولان، وإسرائيل تقول إن حزب الله أبعد قواته عن الحدود بعد تكرار الاستهدافات. لدينا أيضا ترامب يحذر من نقطة تحول بعد إدانته في قضية أموال السبت. أهلا بكم من جديد. أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام مقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية على بلدة حولة جنوبي لبنان. أضافت الوكالة أن الغارة الإسرائيلية تسببت في أضرار كبيرة بالمباني القديمة لسوق بنت جبيل والمحال التجارية والمنازل، كما تضررت العديد من السيارات هناك. من جانبه أعلن حزب الله قصف ثكنة عسكرية إسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا. صحيفة معاريف الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي يعترف بوجود تغيير في نمط قتال حزب الله خشية من تكبد خسائر فادحة. أضافت الصحيفة أن حزب الله قرر إبعاد معظم مقاتليه مسافة 20 إلى 30 كيلومتراً شمالاً من الحدود الإسرائيلية. أشارت إلى أن حزب الله يلجأ لإطلاق صواريخ بركان والمسيرات رخيصة التكلفة بعد إبعاد قواته عن الحدود.
أكدت أن الجيش الإسرائيلي يسعى لإيجاد حلول لتهديد المسيرات منها التشويش على الأقمار الصناعية. تسعى الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق تهدئة بين حزب الله وإسرائيل إذا ما نجحت في التوصل إلى اتفاق تهدئة وتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس وفق هيئة البث الإسرائيلية. كبير مستشاري بايدن يقترح خطة على عدة مراحل. روان حمزة معها التفاصيل. بعد عامين من المحادثات التي توسط فيها هوكشتاين بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، يعمل الآن للتوصل لتصور لترسيم الحدود البرية. يقول المبعوث الأمريكي أنه لا يتوقع السلام بين إسرائيل وحزب الله، لكن في حالة التوصل إلى حدود معترف بها من قبل الطرفين فسيعطي هذا الأمر مجالا للهدوء. جزء آخر من خطة هوكشتاين هو العمل على دعم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، وقال أنه لو حدث ذلك فسيتراجع نفوذ إيران في لبنان بشكل تلقائي. أما الخطوات القريبة الآن فتكون من خلال الاتفاق على السماح لسكان المجتمعات الشمالية في إسرائيل ولسكان المجتمعات الجنوبية في لبنان بالعودة لمنازلهم. بحسب مستشار بايدن، جزء من ذلك سيتطلب تعزيز القوات المسلحة اللبنانية بما في ذلك التجنيد وتدريب وتجهيز القوات، دون توضيح كيف سيتم ذلك. قرار مجلس الأمن رقم 1701 يعود للواجهة، هو القرار الذي أنهى حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل. القرار يقضي بإقامة منطقة بين الخط الأزرق ونهر البريطاني تكون خالية من مسلحي حزب الله وتكون تحت سيطرة الجيش اللبناني وقوات اليونيفال، ويلزم إسرائيل بتسليم مزارع شبعة لقوات اليونيفال مع عودة سكانها إليها. ومع تواصل التصعيد على الجبهة في جنوب لبنان تطرح علامات استفهام حول مصير هذا القرار. هنا يدور الحديث عن إعادة ترسيم الحدود، لكن نعود إلى الوراء قليلا. الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل مرسمة منذ العام 1923 بتحديد 38 نقطة بين النقورة ونهر الوزاني. بعد ذلك جاءت اتفاقية الهدنة عام 1949 التي رسمت 105 نقاط جديدة تلزم إسرائيل بالتراجع خلفها، لكن الخط الأزرق لا يتطابق معها في نقاط تعتبر نقاط خلافية. تتوزع النقاط هذه وعددها 13 على طول الحدود بين البلدين، وتعد أكبر مساحة لهذه النقاط بلدات رميش والعديسة والوزاني. وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى الكويت والوفد المرافق في زيارة رسمية، وذلك لعقد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الكويتي. وفي الكويت أيضا تم تسمية الشيخ صباح الخالد وليا للعهد، والذي أدى اليمين الدستورية أمام الشيخ مشعل أمير البلاد، وذلك عقب صدور أمر أميري بتعيينه في المنصب رسميا بعد تزكيته يوم أمس من قبل الأمير وبعد مبايعة مجلس الوزراء الكويتي له. ولي العهد الجديد الشيخ صباح الخالد تولى رئاسة مجلس الوزراء في عدة حكومات منذ عام 2019 إلى العام 2022، قبلها كان وزيرا للخارجية منذ العام 2011، كما تسلم وزارات عدة قبل العام 2010 أبرزها الإعلام والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى توليه عام 1998 رئاسة جهاز الأمن الوطني لمدة 8 سنوات.
So we're going to be appealing this scam. He wouldn't allow us to have witnesses. He wouldn't allow us to talk. He wouldn't allow us to do anything. If they can do this to me, they can do this to anyone. These are bad people. These are, in many cases, I believe, sick people. When you look at our country, what's happening, where millions and millions of people are flowing in from all parts of the world, not just South America, from Africa, from Asia, from the Middle East, and they're coming in from jail. اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي أدانته هيئة محلفين في نيويورك هذا الأسبوع اعتبر أن صدور عقوبة بالسجن ضده ستكون نقطة تحول بالنسبة لمؤيديه. قال ترامب لفوكس نيوز إن أي حكم بالحبس سيكون من الصعب على الجمهور تقبله، مضيفا أن هذا سيشكل نقطة تحول. One of my lawyers the other day on television saying, "Oh no, you don't want to do that to the president." I said, "Don't you don't beg for anything? You just the way it is." I don't know that the public would stand it. You know, I don't. I'm not sure the public would stand for it with a. You tried house arrest or? I think it would be tough for the public to take. You know, at a certain point, there's a breaking point. They'd object. Not accepted. When the government, meaning the DA, Bragg. When he said something, all right, good, that's fine. Go ahead, more. But the main thing is this, that this was turned down by the Southern District. This is over years. This could have been brought 7 years ago. You know, they tried to rush it because they wanted it before the election. But this could have been brought 7 years ago, but they didn't have any intention. A case like this has never been brought before. And there's never been a case where a state has gone after a federal election. In other words, that's for a federal. That's for, like, the Southern District to go. أدانته المحكمة بالاتهامات فانهالت عليه التبرعات. 53 مليون دولار جمعتها حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال 24 ساعة التي تلت حكم المحكمة بإدانته في 34 تهمة جنائية. ترامب المرشح للانتخابات المقبلة التي ستجرى في 5 نوفمبر القادم أصبح أول رئيس أمريكي يدان بارتكاب جريمة، لكن هذه الإدانة كانت دافعاً لتسابق المانحين والمتبرعين المؤيدين للرئيس السابق لإغداق الأموال على حملته التي جمعت خلال اليوم الأول فقط من الإدانة أكثر من نصف ما جمعته من تبرعات خلال شهر أبريل بكامله والتي بلغت 76 مليون دولار. هذا أكثر من 2 مليوني دولار في الساعة، أكثر من ثلث المتبرعين هم متبرعون جدد. الرئيس الأمريكي السابق أدين بجميع التهم 34 في قضية تزوير مستندات محاسبية بهدف إخفاء مبلغ مالي دفعه ترامب قبل انتخابات عام 2016 في القضية المعروفة بشراء الصمت. ترامب الذي قال إنه سيطعن على حكم إدانته سيتوجب عليه الانتظار حتى 11 يوليو القادم حتى صدور الحكم النهائي من المحكمة. الدعم المعنوي الواسع والتبرعات الضخمة التي تلقاها ترامب فور إدانته أثارت مخاوف كبيرة لدى محللين أمريكيين ونشطاء من حدوث حرب أهلية بين الجمهوريين والديمقراطيين في حال خاض ترامب الانتخابات وخسرها أو منع من خوضها منذ البداية. الحكم لن يدفعني إلى التخلي عن ترامب، الأمر برمته مسيس، ما زلت لا أفهم ما هي الجريمة التي من المفترض أنه ارتكبها. التخوفات المتزايدة إثر الدعم المادي الأخير لترامب تعيد للذاكرة اقتحام أنصار الرئيس السابق مبنى الكابيتول عام 2021 رفضاً لخسارته في الانتخابات الماضية، وهي الحادثة التي هزت الولايات المتحدة حينها ووجه الاتهام فيها إلى 1300 شخص، لا يزال العشرات منهم في الحبس الاحتياطي حتى اليوم. ترامب ينضم إلى تيك توك وخلال الساعات يتغلب على منافسه بايدن الذي سبقه الانضمام بشهرين ليصل إلى أكثر من 660 ألف متابع، رغم أن المرشحين ينتقدان التطبيق ويطالبان بحظره في الولايات المتحدة. يبدو أن الحاجة تبرر الوسيلة،
ترامب ينضم إلى تطبيق تيك توك رغم انتقاده له وتحذيراته منه، بل ومطالباته قبل 4 سنوات بحظر التطبيق الصيني الشهير بداعي حماية الأمن القومي الأمريكي. ننظر إلى تطبيق تيك توك بحذر، يمكن أن نحظر التطبيق ويمكن أن نعمل أشياء أخرى، هناك الكثير من الأشياء حدثت، سنبقى نتتبع ما يحدث، لكننا نبحث عن بدائل أخرى. ترامب ينشر أول فيديو له على تيك توك يعبر فيه عن سعادته بالانضمام للتطبيق. ترامب دق باباً جديداً لدعايته الانتخابية وليس أي باب، فمن يتابع تيك توك في الولايات المتحدة وصل إلى 170 مليون أمريكي، أي ما يقارب نصف الأمريكيين وأغلبهم من الشباب. انضمام المرشح الجمهوري إلى تيك توك يعد فوزاً جديداً للتطبيق المهدد في الولايات المتحدة. ليس ترامب فقط من لجأ إليه، بل حتى منافسه بايدن الذي سبقه بـ2، لكن اللافت أن ترامب تغلب على خلفه بعدد المتابعين، فخلال ساعات قليلة تخطى الرئيس الأمريكي السابق عدد متابعي بايدن. وهنا يأتي السؤال، هل أهمية الموقع وشعبيته تقف حاجزاً أمام حظره؟ رفها السعد، العربية. معنا من واشنطن عبر سكايب مراسل عربية بيير غانم. بيير أهلا بك. نبدأ بأصداء تصريحات ترامب الأخيرة مع فوكس نيوز أن أي حكم بالسجن عليه سيكون نقطة تحول بالنسبة لمؤيديه. أعتقد أن علينا أن نستمع إلى كل ما قاله الرئيس ترامب عندما كان يتحدث إلى فوكس نيوز. فهو أولا قال لو أنه فرضت عليه عقوبة سجن فهو سوف يقبل بذلك، لكنه قال بعد ذلك أن الجمهور الأمريكي لن يقبل بذلك خصوصا مؤيديه، وهو استعمل من قبل مسألة الفوضى في الشارع أو ردة فعل الجمهور المؤيد له أكثر من مرة، وهو يريد أن يشير إلى هذه العلاقة اللصيقة بينه وبين قاعدته الشعبية، ولكننا لم نرى الكثير من الفوضى في كل مرة تحدث الرئيس ترامب عن هذا الموضوع. طب بيير، ماذا عن صدى انضمام ترامب إلى تطبيق تيك توك رغم انتقاده له، بل ومطالبة قبل 4 سنوات بحظر التطبيق؟ يجب النظر إلى انضمام ترامب إلى واستعماله لتيك توك على أنه وسيلة ناجعة للوصول إلى جيل الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية. معروف أن تيك توك مستعمل من قبل الشباب، والرئيس ترامب لا يريد أن يصل إلى الجمهور الأمريكي من خلال المؤسسات التلفزيونية والصحافة الأمريكية التقليدية، بل يريد أن يستعمل وسيلة جديدة. كان يستعمل تويتر، إنه يستعمل تروث سوشيال، ولكن تروث سوشيال لا يصل إلى شرائح كبيرة من الأمريكيين، الآن يصل إليهم كانوا ديمقراطيين أو كانوا جمهوريين من خلال تيك توك. طيب هنا السؤال بيير، كيف سيستفيد أو تستفيد حملة ترامب الانتخابية أكثر من تيك توك، التطبيق ذو الشعبية الواسعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى أي مدى الجيل زاد، الجيل الشباب اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية هو مؤثر في السباق الرئاسي؟ في كل 4 سنوات يكون هناك جيل جديد يصوت للمرة الأولى وهو منفتح على الأفكار. عادة يكون هذا الجيل من الشباب متوجه أكثر إلى الليبراليين والديمقراطيين، وبالتالي هو يستعمل أيضا، هذا الجيل يستعمل تيك توك، ويريد ترامب أن يصل إليهم بشكل مباشر بدلا من أن يصل إليهم بطرق مختلفة مثل وسائل الاتصال التلفزيونية والصحف، وبالتالي سوف يستفيد جدا ترامب، وأيضا سوف يكون باب مفتوح أمام جيل الشباب ليستمع إلى ترامب بشكل مباشر من دون أن يكون هناك تدخل من المؤسسات الإعلامية. طب ما هي أهم القضايا التي تهم هذه الشريحة في الانتخابات بيير؟ أعتقد أن هناك قضيتين أو 3 تهم جدا هذا الجيل. أولا هناك مشكلة غلاء في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الجيل يريد أن يبدأ العمل، يريد أن يستأجر منزلا، يريد أن يتزوج، يريد أن يشتري بيتا، وكل هذه الأمور تثبت على أنها صعبة جدا بالنسبة له. ترامب يريد أن يقول لهذا الجيل أن الاقتصاد سوف يكون أفضل حالا لو أصبحت أنا دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. هناك قضايا أخرى أيضا مهمة، وهي قضية الإجهاض وقضية
الهجرة الشرعية وغير الشرعية إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بدون شك أن التحدي الأكبر لدى هذا الجيل الجديد هو مشكلة الغلاء. شكرا جزيلا لك من واشنطن عبر سكايب، حدثنا مراسل عربية بيير غانم. شكرا بيير. Well, you had a sneaking, he is a rabid mixed martial arts fan. I kind of feel like he's betting on these fights when he's not actually here. Boy, and you had to imagine that's what was going to happen. Thank you, sir. تلقفت حملة دونالد ترامب الانتخابية فيديو متداول لرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يبتسم عند سؤاله عن إدانة منافسه في الانتخابات الأمريكية ترامب. تحولت ابتسامته التي وصفت بالشريرة إلى حملة دعائية مضادة لصالح المرشح الجمهوري. فوسط سباق على الوصول إلى البيت الأبيض، يستغل كل فريق أبسط الأحداث لتحويلها إلى نقطة تخدم حملته الانتخابية. تكاد حملة ترامب الانتخابية لا تفوت أي فرصة إلا وتستغلها لصالحها، إما مادياً أو سياسياً، آخرها ابتسامة بايدن هذه. فلم يستغرق الأمر 3 ساعات حتى تلقفها فريق حملة ترامب وحولها إلى لقطة دعائية مضادة، وأضافوا إليها موسيقى مرعبة ونشروا المقطع واصفين الرئيس الأمريكي المبتسم بأنه وجه الفساد. ضحكة بايدن أثارت انتقادات واسعة في لقطة رصدتها الكاميرات بعد سؤاله عن إدانة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مكتفياً بتلك الابتسامة ومغادراً دون رد. ووسائل أعلام أمريكية وصفتها بالشريرة، خاصة أن سؤال الصحفيين كان حول غريمه الذي يصف نفسه بالسجين السياسي. Can you tell us, sir? Donald Trump refers to himself as a political prisoner. سيدي الرئيس، دونالد ترامب يصف نفسه بأنه سجين سياسي ويلومكم مباشرة على ذلك، ما ردكم؟ وفي أعقاب إدانة ترامب، طالبت حملته الانتخابية أنصاره بالتبرع، معلنة أن ترامب سجين سياسي، وبالمقابل حث فريق حملة جو بايدن مؤيديه على التبرع بسخاء للديمقراطيين، محذراً من أنه من المتوقع أن يجمع ترامب تبرعات قياسية وسيستخدم الأموال في حملته الانتخابية. لدينا أيضاً في أخبار الساعة، في جنوب أفريقيا الحزب الحاكم يخسر الأغلبية البرلمانية. أهلا بكم من جديد. في إيران تقدم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. ظهر أحمد نجاد في مقر لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية لتقديم اسمه ضمن قائمة المرشحين وسط تجمع كبير من أنصاره. تولى أحمد نجاد منصب رئاسة الجمهورية في إيران لدورتين متتاليتين منذ عام 2005 وحتى 2013. وجه مألوف لدى الإيرانيين هو اسم تردد على ألسنتهم لسنوات. الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد يجرب حظه في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، آملاً في أن يوافق مجلس صيانة الدستور على قبول أوراقه هذه المرة بعد أن منع من الترشح في محاولتين سابقتين. أحمد نجاد سجل اليوم ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستشهدها إيران نهاية الشهر الحالي بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة هليكوبتر في 19 مايو الماضي. أنا واثق من أن جميع مشاكل البلاد يمكن أن تحل من خلال الاستفادة القصوى من القدرات الوطنية. أحمد نجاد انتخب رئيساً للبلاد لولايتين متتاليتين، بدأت الأولى عام 2005 وانتهت الثانية عام 2013، لكن مجلس صيانة الدستور في إيران منعه من خوض السباق الرئاسي مرتين، الأولى عام 2017 والأخيرة عام 2021،
بعد خلافات علنية بينه وبين المرشد الإيراني علي خامنئي إثر دعوة أحمد نجاد لتقييد سلطات خامنئي. أحمد نجاد البالغ من العمر 67 سنة شهدت فترة رئاسته لإيران توترات مع الغرب، خاصة فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي وتصريحاته التي قال فيها إن إسرائيل ستزال قريباً من الخريطة. كما شهدت البلاد في عهده احتجاجات واسعة عام 2009 قتل فيها العشرات واعتقل الآلاف. باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة سيغلق غداً الاثنين بعد تقديم نحو 18 شخصاً أوراقهم للترشح حتى الآن، بينهم رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني وسعيد جليل المفاوض السابق في الملف النووي. ومن المقرر أن يعلن مجلس صيانة الدستور في 11 من الشهر الجاري أسماء المرشحين المؤهلين لخوض السباق الرئاسي بعد إجراء تدقيق بشأنهم. بالحديث عن السباق الرئاسي في إيران، تبرز عدة تيارات سياسية، منها التيران المتشدد والمعتدل، وكلاهما ينتميان لمعسكر واحد وهو المعسكر الأصولي. من التيار المتشدد يبرز اسم سعيد جليلي الذي يعد الأكثر حظاً، يأتي من بعده عمدة طهران علي رضا زكاني وزير الإرشاد والثقافة محمد مهدي إسماعيلي. أما بالتيار الأصولي المعتدل فنتحدث عن علي لاريجاني، يعتبر الأكثر حظاً في هذا التيار وقد يكون منافساً لمرشح التيار الأصولي المتشدد. وفي التيار الإصلاحي يبرز اسم عبد الناصر همتي، لا يمكن القول بأنه أوفر شخصيات حظاً بين الإصلاحيين لأن قائمة المرشحين في هذا التيار لم تكتمل بعد. هناك كذلك ما يسمى بالخط الثالث والذي ينتمي له الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، والذي اعتبر البعض إعلان ترشحه تحدياً للمرشد الإيراني، لكنه قد يواجه عقبة أخرى وهي عدم مصادقة مجلس صيانة الدستور على أهليته للترشح كما حصل في الدورة السابقة. اسم آخر برز ترشحه بشكل مفاجئ وهو وحيد حقانيان العسكري السابق والرئيس التنفيذي لمكتب المرشد الأعلى، يوصف باليد اليمنى للمرشد وهناك من يضعه في تيار الخط الثالث. فرضت واشنطن عقوبات عليه قبل سنوات، وإن حصل وفاز سيكون كما سلفه إبراهيم رئيسي رئيسا خاضعا للعقوبات. خسر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا منذ 30 عاماً غالبيته المطلقة في البرلمان للمرة الأولى في تاريخه، إذ فاز ب 159 مقعداً فقط من أصل 400 بحسب نتائج أعلنتها اللجنة الانتخابية. حصل أكبر حزب معارض التحالف الديمقراطي على 87 مقعداً في البرلمان مقابل 49 للحزب الشعبوي الجديد بزعامة الرئيس السابق جاكوب زوما، الذي يصبح بذلك ثالث قوة سياسية في البلاد. نتائج الانتخابات في جنوب أفريقيا لا تسر الناظرين إليها من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. الصورة قاتمة بالنسبة لهذا الكيان السياسي، النائمون على سيطرته المطلقة خلال 30 عاماً انقضت استفاقوا على رقصات المعارضة. الحزب الذي أخرج البلاد من نظام التمييز العنصري صار الآن مرفوضاً بقوة قانون الصناديق. تراجع دعم الناخبين له أتى على خلفية تدهور البنية التحتية العامة والتفاوتات الاجتماعية وارتفاع معدلات الجريمة، فضلاً عن فساد بعض رموز الحزب. تحول مثير في تاريخ البلاد أنهى سنوات طويلة من الاحتكار شبه المطلق. أمام هول ما حدث يقف الرئيس سيريل رامافوسا. اختياراته صعبة ولا مجال لقيادة البلاد دون التحالف مع الأطراف الأخرى لتشكيل ائتلاف حاكم مع حظوظ غير وافرة للنجاح. هي انتخابات غير مسبوقة ستدخل الحزب الأكبر ومعه البلاد في نفق لا يعرف أحد متى يمكن الخروج منه. بلال البجديني، العربية. كشفت صحيفة تيليغراف البريطانية أن جهاز الاستخبارات البريطاني تلقى أوامر بإعادة تركيز جهوده على استهداف الجواسيس بدلاً من الإرهابيين بعد حملة تجنيد كبيرة قامت بها روسيا والصين وإيران. هل تذكرون هذه الموسيقى الشهيرة لأفلام العميل السري البريطاني 007 الملقب بجيمس بوند؟
يبدو أن غرماء بريطانيا أصبح لديهم ما يشبه هذه الشخصية أيضاً. حكايات الجاسوسية المثيرة تعود إلى الواجهة من جديد، فقد كشفت صحيفة تيليغراف أن جهاز الاستخبارات البريطاني تلقى أوامر بوضع الجواسيس أولوية على قائمة مهامه بعد حملة تجنيد كبيرة تقوم بها روسيا وإيران والصين. إن تصاعد الأزمة الأوكرانية وتزايد أعداد العملاء الصينيين الذين ينفذون أعمالهم ومهماتهم داخل الأراضي البريطانية، واستخدام إيران المزعومة للجريمة المنظمة للضغط على المعارضين السياسيين في الخارج، دفعت جهاز الاستخبارات الوطني إلى تحويل تركيزه لمطاردة الجواسيس بالتوازي مع مكافحة الإرهاب. الصحيفة أشارت إلى أن دعم بريطانيا لأوكرانيا في حربها مع روسيا أدى إلى زيادة النشاط التجسسي الخاص بموسكو ومحاولاتها الدؤوبة لسد النقص الحاصل في صفوف جواسيسها بعد تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال بغاز الأعصاب في بريطانيا عام 2018. وبالنسبة للخطر الإيراني، فقد حذر المدير العام لجهاز الاستخبارات البريطاني كين ماكولم العام الماضي من استخدام إيران لعصابات جريمة منظمة للتخطيط لاغتيالات أو هجمات إرهابية في بريطانيا، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة. وقدر جهاز الاستخبارات أن 10,000 شركة بريطانية معرضة للخطر الصيني، خاصة في الصناعات التي كانت الصين تحاول فيها المضي قدماً، مثل الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة الكمومية أو البيولوجيا الاصطناعية. ووفقاً للصحيفة، فإن العملاء الصينيين ينشطون داخل الأوساط الأكاديمية أو في أعمال التجارة أو الفنون، وقد لا يدركون أن الصين تستغلهم لجمع المعلومات. تعمل الجهات المعنية في السعودية هذه الأيام على تجهيز المشاعر المقدسة لاستقبال حجاج هذا العام، حيث تم تجهيز المخيمات وتزويدها بالاحتياجات الضرورية. كما تواصل القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة الحجاج عملها بهدف توفير كافة احتياجات الحجاج والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. وفي نهاية أخبار الساعة تذكير بأبرز العناوين. قيادات أمنية إسرائيلية تعتقد بضرورة وقف الحرب والتوصل لاتفاق مع حماس. بعد محاولة حظره، ترامب ينضم إلى تيك توك وحسابه يحصد الآلاف من المتابعين. الرئيس الإيراني الأسبق أحمد نجاد يترشح للرئاسة الإيرانية. وللمرة الأولى في تاريخه، حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا يخسر غالبيته في البرلمان. ختام أخبار الساعة، في أمان الله. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك، في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك، في هواك. هل أراك؟